وللحديث عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من أيار مايو الماضي ينضم إلينا من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. سيد لبيد، مرحبا بكم. هناك أحاديث تقول بأن محاولات إقليمية ودولية تحاول التغطية على فضيحة تزوير الانتخابات، برأيكم من هي هذه الجهات سيد لبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذا التصريح سمعناه من أكثر من نائب أو من أكثر من أحد سياسي في العملية السياسية الحالية، وأعتقد أنتم تشيرون إلى الرحيم الدراجي الذي أتى بهذا التصريح، ويفترض به أن يوضح كلامه بنفسه، لكن الإشارة إلى جهات إقليمية بالتأكيد يؤشر إلى أن المقصود هو إيران، لأن إيران هي ذات المصلحة الأساسية والرئيسية في التحكم بنتائج الانتخابات. أما على صعيد التزوير، فالتزوير بالحقيقة مصدره الأساسي داخلي، بالإضافة إلى ما ذكرنا بأن إيران ضخت كثير من القوائم أو بالبطاقات الانتخابية، وضخت كثيرا من الأموال، واشترت كثيرا من الذمم وإيرادات المصوتين بالانتخابات. التزوير الذي حصل في داخل العراق كان مكشوفا، وقد رأيناه في كاميرات فيديو صورته بالصوت بالصورة والصوت، وهناك آلاف دلائل على وقوع انتخابات، ومما أدى إلى أن البرلمان صوت باجماع على إعادة الفرز يدوي، فرز الأصوات يدويا. طيب سيد لبيد، النائب السابق طبعا نديم الجابري يقول بأن الانتخابات يعني لن تفضي إلى تغيير وإصلاح، وأن نتائج محسومة سلفا. إذا كانت كل هذه المعلومات متوفرة، ما الغاية من هذه السجالات بين الكتل والأحزاب السياسية؟ بالحقيقة الذين أدلوا بهذه التصريحات اليوم التي سمعناها اليوم، سواء كانت التي صدرت من رحيم الدراجي أو من محمد العبد ربو أو من نديم الجابري، الملفت القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة أنهم هم ثلاثتهم لم يفوزوا بالانتخابات الأخيرة، ونحن اعتدنا بأن الذين لا يفوزون بالانتخابات يتكلمون كلاما من هذا القبيل، يقومون بالمزاودات ثم يقومون بفضح العملية الانتخابية والعملية السياسية برمتها. نحن لا نراهن على كلام هؤلاء، هم انخرطوا بالعملية السياسية منذ بداية الاحتلال، و نعلم علم اليقين بأن ما يعبرون عنه هو بالحقيقة نابع من مصلحتهم الذاتية. المفيد في كلام هؤلاء أنهم يساهمون في نشر غسيل بعضهم البعض، وهذا ما يفرح به المواطن. العملية ما أشار إليه نديم الجابري بالحقيقة هي حقيقة واقعة عرفها كل المواطنين، لذلك فالمواطنون قاطعوا الانتخابات. النسبة الضئيلة التي شاركت في الانتخابات هي ناتجة عن شراء الذمم، وناتجة عن عمليات الترهيب والترغيب التي مارستها الميليشيات والعصابات والضغوطات على المواطنين ودفعتهم إلى المشاركة في الانتخابات عنوان. طيب سيد لبيد، حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية يحذر من انفلات أمني في بغداد حصرا مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية. هدف هذا التصريح، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن حاكم الزاملي هو تابع للتيار الصدري، ما الهدف من هذا التصريح سيد لبيد؟ نعم، بالتأكيد حاكم الزاملي يقرأ الواقع قراءة من زاوية فيها كثير من الواقعية. نعم. لأن حاكم الزاملي يعرف ما يطبخ الآن في المطبخ السياسي، وبالتحديد في مطبخ البيت الشيعي. نحن نعلم، وكثير من المراقبين أكدوا ذلك، بأن قاسم سليماني موجود قبل الانتخابات، كان مقيما في بغداد وما زال مقيما في الانتخابات، وهو الذي يشرف إشرافا مباشرا على المطبخ السياسي الحالي من أجل إخراج النتائج الانتخابات على النحو الذي يدر بمصلحة إيران. قلنا في أكثر من مناسبة بأن الحكومة القادمة ستكون أكثر ولاء من كل الحكومات السابقة، أكثر ولاء لإيران، لأن إيران بحاجة إلى الاستحواذ بالكامل على العراق والهيمنة عليه لتنفيذ مفردات مشروعها الاستراتيجي في المنطقة.
لذلك فيتوقع فمن المتوقع إذا قرأنا قراءة سام الدين قراءة من منطلق الواقع الراهن في العراق، نتوقع بأن تقوم أحداث تفجيرات وأحداث صاخبة في العراق تفتعلها الميليشيات التي لم تعد تعد وتحصى في العراق وخصوصا في العاصمة بغداد. هذه التفجيرات ستؤدي في النهاية إلى حسم المسألة على المستوى الطائفي وعقد صفقة بين الكتل الانتخابية الفائزة بشكل رئيسي وتحديدا سائرون والفتح والنصر. طيب سيد لبيد، هنا بعد إتمام يعني إذا حدث ذلك عملية إعادة الفرز العدوى الفرز اليدوي، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن ربما سيكون هناك تغيير في نتائج الانتخابات، هل هذا التغيير في النتائج سيقود العراق إلى الاستقرار أم الفوضى سيد لبيد؟ النتائج أعتقد العد اليدوي إعادة العد الفرز اليدوي لن تؤثر على الانتخابات في جانبها فيما يتعلق في الوسط والجنوب، ربما تكون هناك نتائج ملحوظة تغييرات ملحوظة على مستوى إقليم كردستان وعلى مستوى محافظات الغرب ونينوى وديالى ربما تحدث، أما التغييرات التي ستحدث على مستوى الوسط والجنوب فستكون طفيفة والعملية منضبطة إيرانيا كما نعلم. لذلك لا نتوقع أن تؤثر النتائج الجديدة، إذا ما كانت هناك نتائج جديدة لا نتوقع أن تؤثر على جوهر النتيجة الأساسية للانتخابات الذي هو المعيار الذي سيؤدي إلى تشكيل الحكومة القائمة. الحكومة القائمة القادمة حكومة على شاكلة الحكومات السابقة، حكومة منبثقة من البيت الشيعي العراقي، لكنها كما ذكرنا وأكدنا ستكون أشد وأكثر ولاء إلى السيد إيران. من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.